المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما لمشنال جسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما لمشنال. لغوصات ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بعلاج ألم الأسنان، تخلص من التسوس، تخلص من الجير، التخلص من الرائحة الكريهة اللي كتكون في الفم، أيضا تخلص من البكتيريا، يعني من كل المشاكل اللي كتواجهها الأسنان ديالنا أو الفم ديالنا بصفة عامة. اليوم معنا محلول سحري اللي غنعملو به عملية مضمضة للأسنان ديالنا أو الفم ديالنا. بالنسبة لهاد لاغوسيت يعني بحال هذه الوصفه هذه، ولكن اكيد هي بمكونات مختلفه. راني مقدمه لكم عده وصفات في القناه، الا بغيتوا تبحثوا عليهم ما عليكم، الا تبحثوا عليهم في القناه واكيد غتلقاهم موجودين وتستفدوا منهم قدر المستطاع. الا حتى نتوما عندكم وصفه طبيعيه يعني على شكل محلول اللي كتعملوا بها عمليه المضمضه للفم ديالكم، فما تنساوناش انكم تخليوها لينا، تخليو لنا طريقه تحضير، طريقه الاستعمال اون ديتاي في لي كومونتير، ضروري نجرب لاغوسيت، والا لقيت عليها نتائج زوينه ناجحه 100% فاكيد لما لا انني نجي نبارطاجيها معكم باش هكذا تعمل فائده للجميع. الا حتى نتوما عندكم اشياء نقدروا نستافدوا منها فاكيد مرحبا بها، وانا اكيد الاشياء دائما على حسب الجهد والطاقه ديالي كنحاول نجيب لكم يعني كل الاشياء اللي تقدروا تستافدوا منها نتوما. فهاد الشيء اللي كاين، نتمنى هاد لاغوسيت تنال الاعجاب ديالكم، و عجبتكم ما تنساوناش بالبارطاج او شير، يعني تشاركوا الوصفه مع اكثر عدد ديال الاشخاص اللي يقدروا يستافدوا منها اكيد، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الرابط نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو ولا في صندوق الوصف. وبسم الله على بركة الله باش ما نطولش عليكم اكثر، نمشي باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، ثم طريقه التحضير، ثم طريقه الاستعمال. وغادي نبدا باول مكون اللي هو القرنفل. بالنسبه للقرنفل البنات راه رائع جدا لما له من فوائد ومزايا للفم وللاسنان. بالنسبه للقرنفل كيجي بهذا الشكل، كنا كنعرفوه اكيد، فهنا خديت غير بعض الحبات ديال القرنفل، اللي ما خديتش كميه كثيره، كيجي بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للقرنفل راه كنا كنعرفوه انه غتلقاوه يعني موجود عند الناس المختصين في بيع هاد المسائل يعني ديال الاعشاب وهاد يعني الشوب بصفه عامه كما كنقولوا. بالنسبه للقرنفل فهو كيعالج الم الاسنان، ايضا كيساعدنا على التخلص من الالتهابات، وكيطهر الفم، وكيقضي على البكتيريا، ومن غير هادشي كله انه كيعطي رائحه حلوه للفم، يعني كيطرد كل الروائح الغير مستحبه في الفم ديالنا، فيعني هو عنده بزاف ديال الفوائد اللي صراحه لا تعد ولا تحصى. بالنسبه لي انا كما قلت لكم خديت غير بعض يعني الحبات ديال القرنفل. وبالنسبه لتاني مكون غادي نحتاجوه اللي هو القرفه، كتجي بهذا الشكل. دونك هادو هما المكونات اللي معنا في هذه الوصفه اللي هما القرفه والقرنفل فقط، يعني جوج مكونات صراحه بسيط سهلين مهلين في متناول الجميع، ممكن اي سيده تستعملهم. ومن بعد هاد المكونات هادو غادي نحتاجو اكيد الماء اللي كيجي بهذا الشكل، وغادي نحتاجو كاسرول. فبسم الله على بركه الله غادي ناخذ الكاسرول ديالي، غادي نضيف ليها دوك الحبات ديال القرنفل، وناخذ القرفة، ونضيف الماء،
ضروري ما نخلطوا الوصفه مزيان يعني في الكاسرول ديالنا. بالنسبه لهاد الوصفه ممكن تحتفظوا بها لانه بزاف السيدات غيقولوا لي واش ممكن نحتفظوا بها. اكيد ممكن تحتفظوا بهاد الوصفه هذه. بالنسبه لهاد الوصفه الناس اللي غيسولوني يقولوا لي يعني احنا عملنا القرنفل وعملنا القرفه في الكاسرول واش غادي نغليو الوصفه اولا نخليوها بلا ما نغليوها؟ فاكيد الشوا كيبقى راجع لكم. الناس اللي بغاو يغليو الوصفه فممكن يغليوها 5 دقائق ومن بعد يستعملوها. الناس اللي ما بغاوش فما عليكم الا تخليوها يعني ترقد واحد المده ديال 15 دقيقه ومن وراها اكيد تصفيوها. الشوا تيبقى راجع لكم على حسب نتوما وشنو بغيتو وشنو ما بغيتوش. غير هو حاولوا تخلطوا مزيان لانه القرفه الا ما تخلطتش مزيان مع الماء والقرنفل فاكيد الوصفه ما غتكونش ناجحه نهائيا. بعد ما كتخلط مزيان كناخذوا الاناء اللي غنعملو فيه الوصفة وناخدو الصفاية ونحاول نصفي الوصفة ديالي. وكناخدو واحد الملعقة وكنديرو والمحلول هو هذا اللي كيصبح عندنا. يعني هذه هي النتيجه النهائيه ديال هذه الوصفه هذه. دونك هذا هو المحلول اللي غادي نحتاجو. بالنسبه لهذا المحلول غادي تعملوا به عمليه المضمضه للفم ديالكم جوج المرات في اليوم حتى ثلاثه المرات وتحتفظوا به في الثلاجه لمده ديال اسبوع او اسبوعين. يعني كيبقى تقريبا المده ديال شهر ومن بعد خاصكم تعودوا. فهذه الوصفه هذه البنات كنصح بها يعني تعملوا تحكوا الاسنان ديالكم هما الاولى عاد تعملوا هذه الوصفه. يعني ناخذوا معجون الاسنان اي معجون اسنان ماشي بالضبط هذا، فرشاه ديال الاسنان اللي كنحكوا بها الاسنان ديالنا بشكل يومي، ننظفوا الاسنان ديالنا عاد نعملوا هذا المحلول هذا. يعني الخطوه الاولى هي معجون الاسنان والفرشاة ديال الاسنان يعني نحكوا الاسنان ديالنا. والطريقه الثانيه هي اننا نعملوا يعني هاد الخطوه الثانيه بلوتو هي اننا نعملوا هذا المشروب او هذا المحلول هذا نعملوا به عمليه المضمضه للاسنان ديالنا او للفم ديالنا. فهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذه الوصفه. يعني فجوج ديال المراحل، المرحله الاولى نحكوا الاسنان ديالنا والمرحله الثانيه او الخطوه الثانيه اللي هي نعملوا عمليه المضمضه بهذا المشروب الاسنان ديالنا. يعني فيها جوج ديال المراحل ولا جوج ديال الخطوات، ولكن اكيد الخطوات ساهلين مهلين بساط ورخاص وفي متناول الجميع. يعني وصفه غايه في الروعه كما قلت لكم، غطرد كل الاشياء الغير مستحبه في الفم ديالنا وفي الاسنان ديالنا. اكيد كما قلت لكم الناس لا يقولوا لي شحال من مره نمضمضوا بهذا المحلول هذا الاسنان ديالنا في اليوم، فكنصح ثلاثه المرات في اليوم ولا جوج المرات فقط فهي تكفي. وبالنسبه للوصفه ممكن الاحتفاظ بها في الثلاجه لمده شهر بالكامل ومن وراها اكيد نعاودوا نعملوا كميه واحده اخرى ونحتفظوا بها في الثلاجه باش هكذا تسهل علينا القضيه. خصوصا الناس اللي هما كيخدموا ولا هذا، يعني ضروري باش تسهل علينا القضيه نعملوا واحد الكميه كثيره اللي نقدروا نحتفظوا بها في الثلاجه منين بغيوها تجينا سهله نعملوها الاسنان ديالنا ولا الفم ديالنا باش هكذا ما نعكزوش. ديجا
فهذا الشيء اللي كان بخصوص هاد لاغوسيت، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. سهله مهله كما لاحظتوا معايا في الخطوات منذ بدايه الفيديو حتى لاخر الفيديو، نتمنى فقط تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تبخلوش علينا بالبيج لايك، ايضا تشتركوا في القناه، زر الاشتراك موجود اسفل الفيديو، يعني كاينه كبسه باللون الاحمر الا كبستوا عليها تولي باللون الرمادي، وهكذا غتكونوا اشتركتوا في القناه. ايضا ما تنساوناش بالضغط على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غنخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دانفو ولا في صندوق الوصف. وضروري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع فيديوهاتي الموجوده في القناه اكيد، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه وهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد.